السلام عليكم متابعتي، ان شاء الله تكونوا كام لاباس كما عودتكم. كل يوم فيديو جديد مع منوعه الجوهره. بون، قبل كل شيء نتمنى ديروا لي لايك الفيديو، توصلوا على الاقل 200 عفوا 2000 لايك، واللي جديده معنا تشترك في القناه وتفعل الجرس وتشاركوها لصديقاتكم واخواتكم. بون، الفيديو تاع اليوم هو عبارة عن الأساسيات المكياج للعروسة، وثاني راح ندير لكم يسمى كي توقفي قدام المرايا وشي أول حاجة ديريها حتى الآخر حاجة وكيفاش لازم تستعمليه، وجبت لكم حاجة لي ستاندر تليق لجميع أنواع البشرة باش سما ما تبانيكاوش. وثاني البنات، إذا كفاني الوقت في هذا الفيديو راح ندير لكم على البنسوات، سينو استناو الفيديو الجاي وتفرجوا راح تعرفوا كل بانسو لواش مخصص. راح نبداو على بركة الله. اول شيء تكوني غسلتي وجهك بغسول اي نوع من الغسول، ماشي محتم غسول اللي نستعمله انا، تنجمي سوايليس ديريه، انا هذا يوالمني. تغسلي بسوايليس وجهك مليح، تنشفيه، تجيبي دي ماكيون، انا نستعمل مايبلين ولا نيفيا، هذا باسكو فيه الفيتامين او. تكوني درتي بديسكات دي ماكيون، نظفتي وجهك تنظيف عميق، جيبي هذا الفازلين اللي نصحتكم بها، قلت لكم تتباع 55000 بصح شوية مقطوعة، المهم إذا لقيتوها أنصحكم بها. هذه توحد لون البشرة وتقي من أشعة الشمس فوق البنفسجية. راح تديري ترطبي وجهك بها، يعني اللي عندها حب في وجهها راح تنجمي تفوتي عليه الفوندوتا بلا ما يجي تدرجات في الوجه، واللي البشرة تاعها تكون ناشفة أو جافة ثاني راح ترطب لك وجهك، سما راح توليو كامل كي ديروا هذه راح توليو كامل عندكم نفس نوع البشره في الوجه. كي تكون كاينه الشمس ديروا فوقها، ديروا هذا، انا نستعمل هذه لا مارك، شوفوا معايا السعر تاعها اذا مازال كي قبل ب 190 باسكو انا شريتها في الاخر تاع 2018، دونك ما لابالش اذا زادت ولا لا. ديريها فوق المرطب، وتقدري هذه تكفي لانه اذا المرطب هذا هذه تكفي لانها تقيك من اشعه الشمس. والبنات اللي يحبوا ما يديروش هذو عندكم برايمر اللي تحبي انتيا تنجمي ديريه، بصح انا ننصحكم بهذه خير من البرايمر. المهم حبيباتي، بعد ما تكوني درتي راح تجيبي فوندوتا، انا ننصحكم بنوت، سما اللي خرج عليا انا هو نوت، هذا السعر تاعو نورمالمون 190000. المهم الاسعار راح تلقاوهم في مشترياتي، راح تلقاو اسعار تاع هذو كامل. راح ديري في الفوندوتا توزعيه على وجهك. كاينين اللي يقولوا لي ما درتيش كونتورينغ، انا راح ندير سما عروس بسيطة، ماهيش اللي راح ترسم وجهها، ماهيش اللي راح تحدد حوايج في وجهها وكلش، سما راح تدير مكياج عادي. بون ساي دركا درتي الفوندوتا في وجهك، راح تجيبي اونتي سان، انا نستعمل هذا. برك تكون درجة تاعو ناقصة بدرجة واحدة على لون الفوندوتا اللي تستعمليه، راح ديريه في لسان تاعك بشكل مثلث تحت عينيك، ومن بعد ديريه راح نعطيكم معليش بهذه، هذه بعشرة آلاف تتباع يعني مش غالية، راح تمشي بهذا الشكل في لسان جيت لسان تاعك. دركا راح ديري مكياج عادي، سما ما كيش حد تكثري مكياج، راح تجيبي باليت هذه اللي تكون تنجمي تستعمليها في مناسبات وتنجمي تستعمليها يوميا، سما ها هي باسكو فيها دي كولور
يبريو وفيها دي كولور مات. هذه راح تستعمليها، ديري ماكياج تاعك عادي كيما ملفها، سما كل وحده كاينه اللي عينها مبطنه ماكياج تاعها زي، واللي العين تاعها تكون كبيره زي. المهم كل فورم لازم تستعمل زي، وتقدري تستغني على هذه بهذا الباليت الصغيره. هذه فيها 3 ألوان أساسية اللي برسك جميع أنواع الأعين اللي نعرفهم ينجموا يستعملوا هاد 3 ألوان ويخرجوا عليهم عادي جدا. بون دركا درتي المكياج تاعك، راح قبل ما ننسى مادامني فاتحة هاد الباليت، باش تحددي حواجبك تنجمي تستعملي هاد اللون اذا كان قريب من لون حواجبك ومن لون عينيك. راح ديريه بانسو رقيق، بانسو كيما هذا، راح تهزي منه بهذا الشكل وتحددي الحاجب تاعك. ماهوش راح يجي كيما قلت لكم قبل في فيديو، ما كيش راح ترسمي كيما شارلومانتي. والا تستعملي هذا الكريون. بون انا الكريون ما نعرفش نستعملهم في حواجبي، دونك نحب نستعمل هذا باسكو اصلا مانيش منقطع. ساي دركا درتي حواجبك ودرتي عينيك، راح تجيبي كونسيلر. كونسيلر كيما قلت لكم تنجمي تستعمليه في تنظيف الحاجب، سما ديري هذا الحاجب تاعك، راح نرسم لكم حاجب في يدي. بون هذا تقريبا حاجب تاع وحده شريره، برك باش نعطيكم. راح ديري كونسيلر كيما على بالكم انا ما استخدمتوش، راح تفوتي في هذا البلاصه تحته ومن فوقه وتعدليه بالبانسو، راح يجي الحاجب نتاعك نظيف مام كنتي ماكيش ملقطه حواجبك ومام ماكيش سمام متراسيتهم ولا. وثاني تستعمليه للناس اللي عندهم سواد حول الفم، ديري فوقه وتبرزي به ثاني منطقه من الانف، راح تجي يجي وجهك يبرق. بالنسبه للبودر انا نحب نستعمل شويه غامقه على لون فوندوتان اللي نستعملها ليكيد. انا شخصيا نديرها بالبانسو، هذا نديرها في الوجه تاعي باش يتثبت. ثاني نزيد بالنسبه ل، راح نقول لكم الساعه، كاينين بنات يحبوا يستخدموا الهايلايتر، ديري في الخد تاعك من الفوق وفي الانف تاعك وثاني منطقه الخط هذاك اللي يجي اسفل الانف وحتى يوصل للشارب نورمالمون عرفتوه. ديروا لا كولور اللي تخرج عليكم، ها هي اسمها، هذا ايتاب زايد ماشي محتم كامل ديروه. هذا سورتو كي تكوني عندك خرجة خاصة ولا مناسبة خاصة. بعد راح تديري فاجو، انا نحب لا كولور هذه، شوفوا كاين اللي يحبها تكون في الغوز، كاين اللي يحبها تكون، كاين اللي يحبها تكون في لا كولور هذه، يسمى كل وحدة كيفاش تستعمل اللون اللي يخرج على البشرة تاعها. دركا درتي لي كولور في وجهك كامل، بقات الحوايج اللي يبرزوا وجهك، يسمى حوايج اللي امبوسيبل تستغني عليهم، هما غوج على ليفغ، الكريون و الريسيل و ايلاينر. بون ريسيل تاعك لازم تخيري فرشاة تاعو اللي تكون كبيرة للشوافر اللي الفوق وصغيرة تكون رقيقة الشوافر اللي لتحت، سورتو إذا كانوا شوافر طوال لازم لك هكا. وديري آيلاينر ثاني تخيري على حسب الخشن اللي يليق لعينك، يسمى إذا اللي تكون رقيقة خلاص اللي عينها ديجا ما تحبش بزاف، اللي تكون عينها مبطنة مشحمة كما يقولوا، تخير اللي تكون رقيقة
والمهم كل واحدة تعرف اللي تخرج عليها. انا جو بريفير هذا اللي يجي كيما ستيلو خير من الاخر. الكريون ثاني جبت لكم عدة الوان. بون انا اللي عينيها مارون ننصحها تستعمل لون من هذ اللونين كيما راكم تشوفوا، راح تجي عينها يبان لون تاع عينها ماشي كيما الاسود يغمها. ثاني تنجمي تفتحي اسمها اذا كنتي درتي الوان زاهية في عينك، ننصحك انك ديري الكحل داخل بالابيض وعلى برا في الشوافر تكحلي بالاسود ولا البلوني ولا الماغون. دركا درتي ايلاينر، كاين ثاني كحل تاع نوت وريسيل اسمها انتيا وش حابة، انا في زوز عجبوني هذو. وصلنا دركا للغوجا ليفغ، كاين اللي يحبوا يديروا تخاصا ليفغ قبل، انا جامي تراسيت فمي. دركا هذو على حساب المناسبة اللي عندك وعلى حساب الفصل. بيان سور كي يكون بارد الحال راح تحتاجي الى الوان كيما هكا غامقين، راح اسم ما يكونوا الشواربك الوان غامقين. واذا كنتي في الصيف راح تستعملي الوان زاهيه كيما على بالنا فصل الصيف تاع الالوان الزاهيه، تسمى فصل تحسيه تاع جو زاهي. المهم ولا ديري الجلوس ولا بغيون ليف، هذه ترجع الكليك هكا تكوني وجهك درتيه كامل وبرزتي البلايص الملاح في وجهك. بون هذو هما البنات اللي تحتاجيهم كامل في وجهك وما تحتاجيش لحوايج اخرين. البنات نتمنى يكون الفيديو تاع اليوم عجبكم ونال ان شاء الله بزاف مشاهدات. انتظروا الفيديو اللي بعده باسكو ما كفاش الوقت، راح ندير لكم على لي بانسو كل وحده واستعمال نتاعها. اذا حبيتوا راح نصور لكم ونخليه لكم في صوره كل وحده باش اسما اذا حبيتوا تشريو راح تحطوا قدامكم وتشريو. هذا هو البنات، راح نخليكم، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.